كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. والنهاردة هنعمل أكلتين من أكل زمان. هنعمل قالب اللحم المفروم وهنعمل كفتة بالكاري. تعالوا نبتدي بقالب اللحم المفروم ونقول مقاديره. هنجيب كيلو لحم مفروم، وواحد كوباية لبن، وصفار ثلاث بيضات، ونص كوباية دقيق، وثلاث فصوص ثوم مدقوقين ناعم، وملح وفلفل، وجوز طيب، وحلقات طماطم أو خضار سوتيه. كمان مرة نقول، واحد كيلو لحم مفروم، كوباية لبن، صفار ثلاث بيضات، نص كوباية دقيق، ثلاث فصوص ثوم مدقوقين ناعم، ملح وفلفل، جوز طيب، وحلقات الطماطم وخضار السوتيه، ده في الآخر للتزويق. يلا نخش على طريقة التحضير. هندق اللحمة في الهون ونحط معاها اللبن وصفار البيض والدقيق، ونتبلهم كويس قوي بالملح والفلفل وجوز طيب، وندعك الخليط كويس قوي لغاية لما يتماسك. هنجيب قالب الكيك بتاعنا اللي هو المستطيل. هندهن القالب ده كويس قوي بالزبدة او السمنة. نحط اللحمة في القالب ونخلي السطح يكون مستوي تماما. هنحطه في الفرن لمدة 45 دقيقة او ساعة لغاية لما يستوي. بعد كده هنقلب القالب في سيرفيس مسطح ونقدمه سخن، وممكن نسيبه لغاية ما يبرد، ونحط معاه او نجمله ببعض حلقات الطماطم او الخضار السوتيه. والف هنا وشفا. ده بالنسبة لقالب اللحم المفروم. تعالوا بقى نخش على الكفتة بالكاري. هنقول مقاديرها بعد كده طريقة التحضير. المقادير: نص كيلو لحم مفروم، بصلة مفرومة، نص كوباية رز، 2 كوباية رز مستوي، معلقة كبيرة بقدونس، 3 فصوص ثوم، ملح وفلفل وبهار، ومقدار من صلصة الكاري وسمنة للتحمير. يلا كمان مرة نقولها: نص كيلو لحم مفروم، بصلة مفرومة، نص كوباية رز، 2 كوباية رز ناضج، رز ناضج اللي هو مستوي، معلقة كبيرة بقدونس، 3 فصوص ثوم، ملح وفلفل وبهار، ومقدار من صلصة الكاري وسمنة للتحمير. طيب طريقة التحضير: هنخلط جميع المقادير وتفرم جيدا، وممكن ندقها بالهون لغاية لما تنعم خالص. هنشكل الكلام ده على هيئة كرات ونحمرها في السمنة. هنرفعها من السمن ونضيفها لصلصة الكاري، وبعد كده نحط معاها المية لو احتاج الامر. بعد كده الرز الناضج اللي احنا كنا قلنا عليه هنحطه في قالب ونعمل فيه زي خرم كده في النص، ونغرف جواه الكفتة اللي بالكاري. هيبقى طعمهم حلو قوي، وشكلهم كمان في العزومات بيبقى مغري جدا وحلو جدا. يبقى كده النهاردة عملنا قالب اللحم المفروم والكفتة اللي بالكاري. والف هنا وشفا عليكم. ان شاء الله نكون معاكم بكرة واكل من اكلات زمان على نجوم افهم. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. والنهاردة هنعمل أكلتين من أكل زمان. هنعمل قالب اللحم المفروم وهنعمل كفتة بالكاري. تعالوا نبتدي بقالب اللحم المفروم ونقول مقاديره. هنجيب كيلو لحم مفروم، وواحد كوباية لبن، وصفار تلات بيضات، ونص كوباية دقيق، وتلات فصوص ثوم مدقوقين ناعم، وملح وفلفل، وجوز طيب، وحلقات طماطم أو خضار سوتيه. كمان مرة نقول، واحد كيلو لحم مفروم، كوباية لبن، صفار ثلاث بيضات، نص كوباية دقيق، ثلاث فصوص ثوم مدقوقين ناعم، ملح وفلفل، جوز الطيب، وحلقات الطماطم وخضار السوتيه، ده في الآخر للتزويق. يلا نخش على طريقة التحضير. هندق اللحمة في الهون ونحط معاها اللبن وصفار البيض والدقيق، ونتبلهم كويس قوي بالملح والفلفل وجوز الطيب، وندعك الخليط كويس قوي لغاية لما يتماسك. هنجيب قالب الكيك بتاعنا اللي هو المستطيل. هندهن القالب ده كويس قوي بالزبدة او السمنة. نحط اللحمة في القالب ونخلي السطح يكون مستوي تماما. هنحطه في الفرن لمدة 45 دقيقة او ساعة لغاية لما يستوي. بعد كده هنقلب القالب في سيرفيس مسطح ونقدمه سخن، وممكن نسيبه لغاية ما يبرد، ونحط معاه او نجمله ببعض حلقات الطماطم او الخضار السوتيه. والف هنا وشفا. ده بالنسبة لقالب اللحم المفروم. تعالوا بقى نخش على الكفتة بالكاري. هنقول مقاديرها بعد كده طريقة التحضير. المقادير: نص كيلو لحم مفروم، بصلة مفرومة، نص كوباية رز، 2 كوباية رز مستوي، معلقة كبيرة بقدونس، 3 فصوص ثوم، ملح وفلفل وبهار، ومقدار من صلصة الكاري وسمنة للتحمير. يلا كمان مرة نقولها: نص كيلو لحم مفروم، بصلة مفرومة،
نص كوباية رز، 2 كوباية رز ناضج، رز ناضج اللي هو مستوي، معلقة كبيرة بقدونس، 3 فصوص ثوم، ملح وفلفل وبهار، ومقدار من صلصة الكاري وسمنة للتحمير. طيب طريقة التحضير، هنخلط جميع المقادير وتفرم جيدا، وممكن ندقها بالهون لغاية ما تنعم خالص. هنشكل الكلام ده على هيئة كرات ونحمرها في السمنة، هنرفعها من السمن ونضيفها لصلصة الكاري، وبعد كده نحط معاها المية لو احتاج الأمر. بعد كده الرز الناضج اللي احنا كنا قلنا عليه هنحطه في قالب ونعمل فيه زي خرم كده في النص، ونغرف جواه الكفتة اللي بالكاري، هيبقى طعمهم حلو قوي، وشكلهم كمان في العزومات بيبقى مغري جدا وحلو جدا. يبقى كده النهاردة عملنا قالب اللحم المفروم والكفتة اللي بالكاري، وألف هنا وشفا عليكم. إن شاء الله نكون معاكم بكرة، وأكل من أكلات زمان على نجوم أفهم.